بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عايزين نعمل إن شاء الله مجموعة من الفيديوهات تأسيس للناس اللي رايحة الصف السادس المنهج الجديد. طبعا الجرامر بتاع الصف السادس ناس نزلته واتعرف، بس مش هنقدر نبدأ فيه مباشرة، لأن طبعا عشان نبدأ فيه مباشرة محتاج مننا شوية حاجات قديمة نعرفها الأول. فهنبدأ بمجموعة سلسلة فيديوهات كده حوالي 4 بالكتير، نعرف فيهم الحاجات اللي أخدناهم ورا علشان نعرف نبني عليهم جديد، علشان زي ما انتم عارفين ان الانجليزي مبني على بعضه، ما ينفعش اتعلم حاجة واسيب حاجة، لا لازم اكون متعلم كل حاجة من البداية. عشان كده هنبدأ بزمن المضارع البسيط علشان نبدأ نفهم حاجات هتساعدنا في الصف السادس الابتدائي. طبعا عشان نكون جمل في المضارع البسيط احنا عندنا 3 انواع من المضارع: مضارع بسيط ومضارع مستمر ومضارع تام. طبعا المضارع التام علينا في 6، فطبعا مش هينفع اتكلم في المضارع التام غير لما افهم ايه هو المضارع البسيط وايه هو المضارع المستمر، وازاي اكون جمل هنا واكون جمل هنا، وازاي انفي الجمل هنا وانفي الجمل هنا، يعني عايز اشتغل على الوينجين زي ما بيقولوا. فعشان كده هنبدا نشرح المضارع البسيط بابسط صوره وباسهل صور وباسهل صيغه ليه علشان الاولاد يستوعبوه. تمام، بدايه احنا لما نحب نعمل جمل في المضارع البسيط نفهم اولا يعني ايه المضارع البسيط. المضارع البسيط ده بيعبر عن حقائق وعادات، دي اول حاجه عايز افهمها. يعني ايه بيعبر عن حقائق وعادات؟ يعني بتكلم عن حاجه حقيقيه في الكون، زي مثلا الشمس تشرق في الصباح، الشمس تغرب في المساء، القمر يضيء بالليل، كل دي جمل في زمن الحقائق. فأتكلم بقى عن عادة، عادة زي إيه؟ أقول مثلا أحمد يستيقظ مبكرا، أحمد يذهب إلى المدرسة مساء، يذهب إلى العمل صباحا، يبقى عادات عنده، عادات هو بحاجات بيعملها يعني. فأنا لما أجي أعبر عن الحقائق بتاعة الكون أو أتكلم عن العادات اللي أنا بعملها كل يوم مكررة التكرار دي، يبقى أنا كده عايز أتكلم في المضارع البسيط. هو ده المضارع البسيط اللي أنا هتكلم فيه النهارده. لان لما اجي اتكلم عن المضارع المستمر هيبقى موضوع تاني، ولما اجي اتكلم عن الموضوع المضارع التام هيبقى موضوع تالت، فكده كده كلهم علينا، فلازم نعرف نفرق بين التلاته كويس. طيب هنبدا تكوين جمل في المضارع البسيط. لازم اعرف ان الجمله بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. الفاعل والفعل والمفعول دول زي مثلا انا احب التفاح، انا هو الفاعل واحب هو الفعل والتفاح هو المفعول. طبعا في زمن المضارع بنقسم الضمائر بتوعنا لفريقين زي ما انتم شايفينهم في المربعين كده. الفريق الاول الاحمر ده اسمه فريق الجمع، وفريق الجمع ده من مميزاته ان بيسيب الفعل زي ما هو بدون اي اضافات. يعني مثلا بلاي يلعب، عايز اقول انا العب فهقول اي بلاي، انت تلعب يو بلاي، نحن نلعب وي بلاي، هم يلعبون زي بلاي. اما لو اتكلمت عن المفرد بقى اللي هو فريق الاسود ده اللي هو هي او شي او ات، ما بيسيبش بلاي في حالها زي فريق الجمع، ولكن بيزود لها اس، فعشان كده بنقول هي بلايز، شي بلايز، ات بلايز، وهكذا. يبقى بيزود اس للفعل، فانا العب اي بلاي، هو يلعب هي بلايز. طيب بالنسبة لجملة أنا أحب التفاح دي هنقولها إزاي؟ عايزين نقولها مرة أنا أحب التفاح وهو يحب التفاح، عشان تبقى مرة حسب الجمع ومرة حسب المفرد. شاطرين، تعالوا نشوف. هنقول I like apples، أنا أحب التفاح. He likes apples، هو يحب التفاح. لاحظ الفرق بين كلمة like في الجملة الأولى ولايك في الجملة الثانية. في الجملة الأولى سبتها زي ما هي، وفي الجملة الثانية زودت لها اس. ليه بقى؟ في الجملة الأولى مصدر، لأن اي جمع بتسيب الفعل زي ما هو، لكن في الجملة الثانية زودنا لها اس، لأن ضمائر المفرد كلها ما بتسيبش أي فعل في حاله، لازم تزود للفعل اس. تعالوا ندخل على الخطوة الثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية طبعا هو كده بيرجع للخطوة الأولى، ضمائر الجمع بتاخد المصدر وضمائر المفرد بتزود للفعل اس. طيب
دي ضمائر الجمع لازم نحفظهم كويس، اللي هم اي ويو ووي وزاي. انا بقى عايز الخطوه الثانيه دي ان انا انفي، اقول انا لا احب، انا لا العب، انا لا اكل، يعني عايز اقول كلمه لا بمعنى اصح. فكلمه لا هيبقى اسمها دونت، اي دونت بلاي، او اي دونت ايت، يو دونت بلاي، وي دونت لايك، زي دونت لايك. فضمائر الجمع كلها بتاخد كلمه دونت عشان يكون معناها لا لا لا، تمام. اما ضمائر المفرد بقى اللي هما هي وشي وات، الفريق الثاني ما بياخدوش دونت بقى بمعنى لا، بياخدوا كلمه جديده اسمها دازنت، دازنت، دازنت بلاي، ودازنت لايك، وبرده بيكون معناها لا. حلو خالص. الملحوظه بقى ان الجمع اخد دونت عشان ما فيهاش اس، لان هو بياخد الفعل هنا ما فيهوش ايه اس. اما المفرد اخدوا دازنت اللي فيها اس علشان هو هنا بياخد الفعل فيه ايه اس. الملحوظه الاكبر والاهم ان بعد استخدام دازنت ما بجيبش الاس بقى، خلاص طارت، يعتبر اخدت الاس من هنا وحطيتها في دازنت، ما بتجيش مرتين، فبيجي بعد الدازنت الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات. اي دونت لايك، انا لا احب. هي دازنت لايك، هو لا يحب. ودي كانت الخطوة التانية اللي أنا بنفي بيها الزمن عشان أعرف أعمل جمل منفية، أنا أحب كذا، أنا لا أحب كذا. تعالوا ندخل على الخطوة التالتة، وهي إزاي تسأل بهل في المضارع البسيط. هنصلي على سيدنا النبي الأول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نعرف إزاي نسأل بهل في المضارع البسيط. طيب، أسأل بهل يعني عايز أقول لك هل تحب التفاح؟ أجيب لك. هل تحب الماء؟ هل تحب القهوة؟ هل تحب الشاي؟ كده يعني، تمام؟ طب أعمل الكلام ده إزاي؟ قال الموضوع بسيط جدا، بتبدأ بكلمة اسمها دو. دو يا أستاذ، دو دي بمعنى يفعل. ما هي يفعل لو هي في نص الجملة، لكن لو في أول الجملة بيبقى معناها هل، وبجيب بعدها الضمائر الخاصين بيها اللي هو فريق الجمع. دو اي، هل انا؟ دو يو، هل انت؟ دو وي، هل نحن؟ دو زي، هل هم؟ وبعدين اجيب الفعل بتاعي في المصدر عادي. مثال: دو يو ايت فيش، هو انت بتاكل سمك؟ دو يو ايت فيش، هل تاكل السمك؟ دو يو لايك فيش، هل تحب السمك؟ دو وي، دو زي، اي حد من الجمع ببدا الكلام بدو عشان يكون معناها هل. اما الفريق الثاني بستخدم معاه داز، وبيكون معناها هل برضو، بس لازم تيجي مع فريق المفرد اللي هو هي وشي وات. فعشان كده بقول does he eat fish، هل هو يأكل السمك؟ does he like apples، وبرضو بعد استخدام do او does ما بتجيش الاس لان يعتبر اخدناها هنا، فطبعا احنا عارفين ان الفريق ده بيزود اس، لكن اذا جت does او doesn't خلاص الاس تتشال، ما بتجيش مرتين زي ما اتفقنا، تمام. ندخل على الخطوة الرابعة، اللهم صل على سيدنا محمد، وهي خطوة السؤال بأداة استفهام. إيه بقى بأداة استفهام؟ عايز أسألك بقى، ماذا تحب؟ أين يعيش؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ ماذا أي حاجة من ده كله؟ فطبعًا لما أجي أسأل بأي حاجة من ده كله بعمل إيه؟ قال لي بنمسك أربع خطوات مهمين جدًا زي ما هم ظاهرين قدامكم كده. الخطوة الأولى وهي إن أنا أبدأ بأداة الاستفهام اللي هي ماذا، متى، أين، كيف، لماذا، أي أداة استفهام أنت بتبدأ بيها. بعدها مباشرة بتستخدم دو أو داز، بتستخدم دو أو داز، مش معناهم هل المرة دي، لأ، لأن هم معناهم كده جه في نص الجملة، فنص الجملة مش هيكون هل، تمام. طيب يبقى هسأل بوات وبعدها اجيب دو او داز. طيب جبت دو وجبت داز، عايز اعرف امتى دو وامتى داز؟ نفس التركيبه اللي فاتت، باخد دو مع ضمائر الجمع، وباخد داز مع ضمائر المفرد. وات دو اي، وات دو يو، وات دو وي، وات دو زي، هنا وات داز هي، وات داز شي، وات داز ات، وهكذا مع الاسم الايه المفرد. طيب مثال: وات دو يو ايت، انت بتاكل ايه؟ What do you eat، بتاكل ايه؟ هنا What does he eat، ماذا هو يأكل؟ يبقى في فرق بقى بين ايه؟ بين انت وبين هو، تمام؟ طيب نيجي بقى لمراجعة تكوين الجمل اللي انت هتاخد عليها واجب وتعمله. في الاول انا هعمل لك حاجات عايزك تعمل زيها بالظبط.
مثلا عايز اقول مثلا انا احب الانجليش، هقولها ازاي؟ يلا قول انت كده قدامي وريني. ها، I like English. ممتاز، طبعا انا احب الانجليش. طيب حلو خالص. عايز اقول بقى انا لا احب الانجليش، لا 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 انا ما بحبوش الانجليش ده. ها، هتقولها ازاي؟ هتقول I don't like English. لا انا ما بحبش الانجليش. طيب عايزك تقول كمان هل انت تحب الانجليش؟ طبعا هتقولها ازاي؟ هتبدأ الكلام بدو زي ما اتفقنا وتطبق. Do you like English؟ هل تحب الانجليش؟ طيب عايزك تسأل بقى بأداة الاستفهام، ماذا تحب؟ هتقول ايه؟ What do you like؟ What do you like؟ يعني ماذا تحب؟ ماذا تحب؟ What do you like؟ ماذا تحب؟ تمام؟ طيب لو استخدمنا نفس الجمل للمفرد بقى، أقول مثلا المفرد أهو، هقول هو يحب الإنجليزي، أجي قايل إيه؟ He likes English، هو يحب الإنجليزي. طب عايز أقول هو لا يحب الإنجليزي، يبقى He doesn't like English، هو لا يحب الإنجليزي. طب هل هو يحب الإنجليزي؟ أبدأ الكلام بdoes. Does he like English؟ هل هو يحب الإنجليزي؟ طب عايز أسأل بقى بماذا هو يحب؟ ألغي إنجليش خالص وأقول What does he like؟ هنسيب لكم 8 جمل في الكومنتس في التعليقات، 4 على الجمع و4 على المفرد، تعملهم لي في التعليقات. يلا بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.